اليوم حنايا بدينا اعتصام جهوي هنايا امام الاكاديميه الجهويه للتربيه والتكوين تنديدا واحتجاجا على عرض الاساتذه على المجالس التاديبيه. هذه المجالس التاديبيه اللي كنعتبروها حنايا ماشي قانونيه وظالمه لانه لا تتوفر فيها التمثيليه ديال الاساتذه. فالعادي والطبيعي والمنطقي هو انه المجالس التاديبيه كتكون فيهم واحد التمثيليه ديال كتدافع على الاساتذه كتكون من النقابات وممكن الاستاذ يجيب المحامي ديالو في هذا المجلس التاديبي. الان حنا هي امام مجالس تاديبيه فقط من الاداره ديال الاكاديميه بوحدهم غير الاداره، يعني هذا ماشي مجلس تاديبي، هذا ما شنسميوه ظلم بيان لان منافي القوانين المتعارف عليها وكيضرب في الحق ديال الاستاذ وفي الحق ديالو في الدفاع على راسه اولا. يعني بعد يعني سنوات طويله من الاحتجاجات وصلنا لواحد النقطه انه بما ان الاضراب تم منعه بطريقه من الطرق اللي هي السرقه من الاجور، وبما ان الاحتجاجات في الشارع تم قمعها وتم متابعه الاساتذه بتهم ثقيله وصلت لتهم جنائيه وتفرقت عشرات السنوات على الاساتذه في المحكمه الجنائيه، وعندنا ثلاثه شهور نافذه ماشي موقف التنفيذ، نافذه في حق استاذ يعني غادي تدخل الحبس ثلاثه شهور. فمن بعد هذا الشيء كامل لجئنا لواحد الخطوه اخرى اللي هي خطوه ديال مقاطعه تسليم النقاط، النقاط ديال الفروض ديال الامتحانات ديال التلامذ ما عطيناهمش للاداره. طبيعة الحال درنا الفروض ديالنا، صححناهم مع التلامذ، اخذوا النقاط ديالهم، والديهم ايضا شافوا النقاط، فقط الاداره ما عطيناش هذوك النقاط كاحتجاج على هذا الظلم اللي نازل علينا وعلى هذا القمع اللي رجعنا لواحد السنوات كنا كنظنوا اننا قطعنا معها، ولكن للاسف الشديد نكتشف يوما بعد يوم ان هذه السنوات راه باقين فيها. كتجي هذا الوقف هذه اليوم اللي هو معتصم قدام الاكاديميه الجهويه سوس ماسة تزامن مع البلاغ الوطني اللي فيه معتصمات جهويه. علاش حنا معتصمين على الصعيد الوطني؟ على ود حاجه وحده، عندنا موقوفين اليوم موقوفين عن العمل وغيتعرضوا على مجالس التاديبيه. الدوله كانت كتقول لك مصلحه التلميذ وخص الاساتذه يسلموا النقاط لان مصلحه التلميذ، الاساتذه سلموا النقاط ولكن مع ذلك الدوله ما سحبتش الاجراءات العقابيه وبقات المجالس التاديبيه وبقى كذلك الايقاف ديال الاساتذه والاستاذات اللي هو ايقاف كيجرم خطوة نضالية وكيزحف عليها وكيكبل حق الأساتذة في أنهم يستعملوا كاع الوسائل اللي هي نضالية على المطالب ديالهم. إذا حنا كنقولوا رافضين التوقيفات الجائرة، رافضين العرض المجالس التأديبية لأن فيها واحد الحصار على خطوة نضالية، ورافضين كذلك المختلف التعسفات ويقول للإدانة القمع اللي كيتعرضوا ليه الأساتذة والأستاذات على امتداد المغرب كله من خلال الضرب من خلال السحل من خلال مجموعة ديال الممارسات القمعية اللي حنا كنقولوا بأن هذه ماشي هو الجواب. الجواب راه واضح، الجواب هو الاستجابة المطالب ديال هاد الاساتذه هادو، هو الوقف ديال الهجومات على المدرسه الوظيفه العموميتين وتحقيق المطالب لان هذه مطالب عادله ومشروعه وتحيه. اكيد النضال ديال التنسيقيه مازال مستمر، عندنا هاد الان هاد المعركه اللي متعلقه بالموقوفين اللي هي معركه اكيد غنخوضوها بحزم وما غنتخلوش على الزملاء ديالنا الموقوفين رغم انهم ماشي عدد الكبير، ولكن مع ذلك كنقولوا باننا ما غنتخلوش عليهم وسنواصل كذلك المعركه ديال اسقاط التعاقد والادماج في اسلاك الوظيفه العموميه لانها هي المعركه اللي خرجنا عليها النهار الاول ولازلنا نطالب بالادماج والحق بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.